طليحة الأسدي. هو طليحة بن خويلد الأسدي من أسد خزيمة، كان فصيح اللسان ومن أشجع العرب ويعد بألف فارس كما يقول النووي. قدم على النبي عليه الصلاة والسلام في عام الوفود سنة 9 هجرية مع وفد قومه، ولما رجعوا ارتد طليحة وادعى النبوة في حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وبعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كثر أتباعه من أسد وغطفان وطي، وادعى بأن جبريل عليه السلام يأتيه بالوحي، وأمر أتباعه بترك السجود في الصلاة. وفي خلافة أبي بكر الصديق سار له خالد بن الوليد بجيشه، فهزم قوات طليحة في بزاخة، وبعد الهزيمة فر طليحة إلى الشام وأسلم بعد إسلام أسد وغطفان، ووفد إلى عمر بن الخطاب بالمدينة عند توليه الخلافة وقدم له البيعة، وخرج إلى العراق للجهاد وحسن بلاؤه في الفتوح لينتهي به المطاف في نهاوند بالاستشهاد.